بسم الله على بركة الله، نقول لكم مقابلة ما بين تريبليت عزيز حموشان وتريبليت الشرقي برسم سدس عشر نهاية الدوري الودي هنا بمنتزه تمارا للكرة الحديدية. أذكر بتشكيلة ثلاثيتين تونسي عزيز حموشان كيلا معقول من الشيخي و إبراهيم العويني، وثلاثية الشرقي كلا مع كل من أفقيري والحسني. هذه الجولة الأولى عرف الدوري مشاركة 76 ثلاثية من مختلف النوادي والعصب المنضوية تحت لواء الجامعة الملكية المغربية للكرة الحديدية. والمناسبة تتعرف تكريم اللاعب الدولي البطل العالمي محمد الغيب بطل المغرب، وهو ابن مدينة تمارا. وهذه بادرة طيبة من النادي تمارا للكرة الحديدية، نتمنى هذه البادرة تكون يعني تعم جميع النوادي المغربية وكذلك جميع العصب، وتقوم بتكريم اللاعبين الأبطال المغاربة والعالميين يعني في الحياة ديالهم. برافو حميد الشيخي كيربح البوان بشكل جيد. كما قلت نتمنى هذه البادرة يعني تعم جميع النوادي المغربية للكرة الحديدية وتكرم اللاعبين ديالها القدماء يعني في الحياة ديالهم ولو يعني بشكل رمزي. محاولة ديال الأفقيري في إبعاد الكرة، برافو على الأفقيري تيتمكن من تكيبها على الكرة. الآن الدور ديال حميد الشيخي الكرة الثانية. حميد الشيخي فهو لاعب نادي ليسينبي للكرة الحديدية. الكرة ديال حميد الشيخي كتمشي بعيدة. يدير هذا الدوري الحكم عزيز الضالة من عصبة الوسط. كما أتوجه بالتهنئة إلى السيد الحكم هشام رحمي الذي عينه الاتحاد الدولي للكرة الحديدية للإشراف على بطولة العالم التي ستقام في يوليوز المقبل لسنة 2021 بالعاصمة السويسرية لوزان. نتمنى له حظ موفق في المهام ديالو مستقبلا، وكذلك نطلب نتمنى الاجتهاد من الحكام الباقين الآخرين من المغرب باش يجتهدوا ويوصلوا لمراتب عليا حتى هما باش يفوزوا بشرف تسيير المباريات الدولية قاريا أو دوليا. الآن البوان عند ثلاثية عزيز حموشان أفقيري في محاولة إبعاد الكرة. الكرة ديال أفقيري تمشي ضائعة. محاولة
محاولة جميلة ديال الشرقية تيربح بها الكواه. الآن الدور ديال الحسن. كرة ضائعة من طرف الحسن. الكرة ديال الحسن كيدخل الكرة و تيخرج الكرة. إذن 1-0 لصالح تريبلات الشرقي من نادي سهلة بالكرة الحديدية. فقط لتصحيح النتيجة 2-0 لصالح تريبلات الشرقي من نادي سهلة بالكرة الحديدية. الشرقية تيربح الكواه بشكل جيد. الآن الطول ديال العزيز حموشان. محاولة العزيز حموشان ناقصة نوعا ما، خاصها واحد الدورة كما كيقولوا صحاب ليبول، ولكن في طريقة ممتازة الكرة هذه. أعيد بتذكير تشكيلة ثلاثيتين. فيليتيس عزيز حموشان كيلعب مع كل من حميد الشيخي وابراهيم العويني، وثلاثيه الشرقي كيلعب مع كل من افقيري والحسن. هذه الجوله كنلعبوا الجوله الثانيه والنتيجه 2-0. المحاولة الثانية للعزيز حموشان. الكرة مشات بعيدة. عن طول للحميد الشيخي. كرة ضائعة للحميد الشيخي كتجي بعيد. كرة ثانية ناقصة. النتيجة 2-0. الجولة كنلعبو الجولة الثانية هذا الدوري الودي الذي ينظم نادي منتزه تمارة للكرة الحديدية. بالمناسبة تكريم لاعب ابن المدينة محمد الغيب. شدينا قال لي سمعتيش كرة ابراهيم العويني ما تيربحش الكواه كتمشي بعيد سنتيمترات مش بعيد على الكرة. الله
الله يجيبك الطريق. حصل الكورات كيضيعوا بالكوان ديال الشرقي كيطيح حصل الكواري. الشرقي كتمشي بعيد. شرقي الآن الدور ديال الحسن إضافة النقاط. الحسن كيتم كيستطع باش كيضيف نقطة ثانية. دابا الآن جوج في الأرض. الدور ديال الأفقيري. أظن ثلاثة نقاط إضافية كتسمح النتيجة 5-0. النتيجة 5-0 لصالح تريبليت الشرقي. هنا بملاعب نادي منتزه تمارا للكرة الحديدية. الكرة ديال الشرقي كتمشي محادية للهدف. الآن الدور ديال العزيز حموشان في التأشير. هو الدور ديال حميد الشيخي في إبعاد الكرة. برافو حميد الشيخي. حميد الشيخي كرة ممتازة ولكن ما تيربحش فيها البوان، باقي البوان عند الشرقي. برافو حميد الشيخي تيتمكن من ربح هاد الكرة هادي.
شيء ضائع محاولة للشرقي ولكن ناقصة المباراة هذه كتدخل في الدور السادس عشر نهائي ديال الدوري الودي الذي ينظم نادي منتزه تمارا للكرة الحديدية، والمناسبة تكريم محمد الغيد. برافو الحسين، ولكن ما تربحش البوان كما قلت في المناسبة، وهو تكريم البطل العالمي المغربي محمد الغيد. نتمنى هذه البادرة هذه تعم جميع النوادي للكرة الحديدية عبر ربوع المملكة. يحضر هذه الدورة الدوري الودي عدد كبير من الأبطال المغاربة سواء العالميين أو المحليين. هذه العزيز ناقصة شيئا ما، المحاولة الثانية كذلك شيء ناقصة. الآن الدور ديال إبراهيم العويني، هو لاعب نادي الإسلامي. إذن دابا جوج في الأرض عندهم، إذا النتيجة كتغير كتصبح 5-2، 5 عند الشرقي، 2 عند حموشان، ونلعب الجولة الثالثة. نذكر بالنتيجة فهي 5-2، 5 عند الشرقي، 2 حموشان. مباراة شيقة ما بين تريبلت عزيز حموشان والشرقي.
نقطة جميلة للعزيز الآن الطور ديال الشرقي. الشرقي تيربح البوان. الان الدور ديال عزيز حموشان، كذلك عزيز حموشان تيربح البوان. برافو الخير، هي تيتمكن من ابعاد الكره. الكرة ديال حميد الشيخي كتمشي بعيدة. برافو حميد الشيخي، تيتمكن من ربح البوان. الآن الطور ديال الشرقي. باقيين جوج كرات عند تريبليت عزيز حموشان، في حين باقيين ثلاثة الكرات عند أو أربع كرات عند تريبليت الشرقي. برافو دوفون دبول، الشرقي تيتمركز بشكل جيد. بطريقة جميلة ابراهيم العويني هو كذلك كيدير دو فون دبول. الان الطور ديال الافطيري، ربما غادي يضرب بالفعل، بالفعل تيضرب تيشتت كويرات، وكتبقى على ما اظن جوج ديال النقاط عندهم على ما اظن، لان صعيب باش تحكم على هاد لي بول. الآن الدور ديال إبراهيم، برافو إبراهيم تيربح الكوان بشكل جيد. باقيين جوج كرات عند الحسم، في حين تريبليت عزيز حموشان مبقاش عندهم كواري. الحسم كيتمكن من ابعاد الكرة. كتصبح نتيجة 7-2، 7 عند الشرقي، 2 عند عزيز حموشان. نذكر بالنتيجة فهي 7-2، 7 عند الشرقي، 2 عزيز حموشان. هنا بملاعب نادي منتزه تمارا للكرة الحديدية، والمناسبة تكريم اللاعب الدولي محمد الغيب، فهو ابن مدينة تمارا، ارتأى مسير
ومحبي ولاعبي النادي منتزه لايسي ام تي بي تنظيم هذا الدوري تكريما له على مشواره الرياضي. برافو عزيز حموشان تيربح الكوان بشكل جيد. الان الدور ديال الافقيري في ابعاد الكره. الخيري برافو تيتمكن باش كيبعد الكرة. كره ديال عزيز حموشان كتمشي بعيد. محاولة ديال حميد الشيخي. برافو حميد الشيخي تيتمكن من إبعاد الكرة. الكرة الثانية ديال الشرقي ولاعب نادي السلا للكرة الحديدية. نادي الاتحاد السلوي للكرة الحديدية اللي كيلعب اليوم رفقة كل من أفقيري والحسن. كرة ثانية ديال الشرقي على ما أظن ما تيربحش بها البوان. الدور ديال الحسن. محاولة ديال الحسن تمشي بعيد. الكرة الثانية كتضيع من طرف الحسن. النتيجة 7-2. 7 عند الشرقي، 2 عند عزيز حموشان. برسم سدوس عشر نهايات الدوري الودي الذي ينظمه نادي منتزه تمارا للكرة الحديدية. بالمناسبة كما قلت فهو تكريم، حفل تكريم للاعب الدولي محمد الغيث. أعيد تذكير عدد الثلاثيات اللي حضروا اليوم فهي 76 ثلاثية من مختلف النوادي والوسط للكرة الحديدية. وهذا إبراهيم تمشي بعيدة. محاولة ديال إبراهيم في إضافة بالفعل كيتمكن باش كيضيف نقطة ثانية.
الكره الاولى ديال العزيز كنلعبوا الجوله الرابعه والنتيجه هي فهي 7-5. الان التريبلت عزيز حموشان كيفوزوا بثلاثه ديال النقاط اضافيه وكتصبح النتيجه 5 عند عزيز حموشان و7 عند الشرقي. كنتمناو هذه البادره هذه اللي دار اللي انضم نادي تمارا للكره الحديديه تعم جميع العصب والنوادي بالمملكه المغربيه تكريما للاعبين القدماء. نتمنى تكون التكريم يعني في الحياه ديالهم باش على الاقل يكون واحد الاعتراف الجميل ويعني واحد الاحساس باش حتى داك اللاعب كيحس باللي عنده واحد المكانه وفي نفس الوقت كتشجع حتى الاجيال الصاعده باش كتمارس الرياضه. ومن فوائد هذه الرياضه هذه فهي اكتساب معرفه وصداقه. هذا هو الفضل من هذه الرياضه يعني التعارف. وهذه الرياضه هذه كتطلب شي شويه التركيز والصبر يعني بدون تركيز وبدون صبر يعني ما يمكنلكش تلعب الكره الحديديه. الكره الثانيه ديال الشرقيه كتمشي ضائعه النتيجه 7-5 7 عند الشرقي 5 عند افقيري. برافو افقيري كيحيد الكره بطريقه جميله كيبعد الكره كيسمح عندهم جوج في الارض. الان الدور ديال عزيز حموشان عزيز بطريقة جميلة تيربح البوان. الآن مرة أخرى الدور ديال أفخيري في إبعاد الكرة. برافو مرة أخرى أفخيري تيستطع باش كيبعد الكرة. إذن باقينا 4 كرات عند تريبليت عزيز حموشان وجوج كرات باقيين عند تريبليت الشرقي. الآن الدور ديال إبراهيم العويني في ربح النقطة. الدور ديال حميد الشيخي محاولة ديال حميد الشيخي ناقصة نوعا ما ناقصة واحد شوية. المحاولة الثانية لحميد الشيخي. برافو حميد الشيخي كي تمكن باش كيربح الكوة. الآن الدور ديال الحسن Thank you.
برافو حسان، تيتمكن من إبعاد الكرة بطريقة جميلة. الدور ديال إبراهيم، خطأ ديال إبراهيم، تذكر بالنتيجة فهي 7-5، 7 عند الشرقي، 5 عند عزيز حموشان، برسم سدوس عشر نهايات الدوري الودي الذي ينظم نادي منتزه تمارا للكرة الحديدية. والمناسبة كما قلت فهو تكريم، حفل تكريم البطل المغربي محمد الغيب. حاول هيدا للحسن، إضافة جوج نقاط كتصبح النتيجة 9 عند الشرقي، 5 عزيز حموشان. هنا بملاعب نادي منتزه تمارا للكرة الحديدية. برافو ابراهيم، جيت ممكن الى هذه الكره. محاوله ديال الحسن، إذن البوا عند تريبلت عزيز حموشان. الآن دور الأخطاري في إبعاد الكرة، بالفعل الأخطاري يتمكن من إبعاد الكرة. Thank you.
ولدي العزيز حموشة، برافو، تيعرف القوان بشكل جيد. الآن تطور للإفقارية مرة أخرى وإبعاد الكرة. إفقارية في 19 يربح القوان. ذكر بالنتيجة فهي سعود مقابل 5. الآن الدور للعزيز حموشان في إضافة النقاط. برافو عزيز حموشان، تيتمكن من تشكيل ثلاث نقطة ثانية. محاولة إبراهيم العويني في إبعاد الكرة. برافو، كيتمكن من إضافة 3 نقط. ثم إضافة 3 نقط، تصبح النتيجة 9-8 لصالح تريبليت الشرقي. كونتر تريبليت عزيز حموشان. ذكر بالنتيجة فهي 9-8. الكرة الأولى للعزيز حموشان. صراحة مباراة شيقة ما بين الثلاثيتين، كان الفرجة. برافو الشرقية، تيربح الكرة بشكل جيد. الآن طور ديال حميد الشيخي، إبعاد الكرة. محاولة ديال حميد الشيخي. برافو حميد الشيخي، تيتمكن من إبعاد الكرة بطريقة جميلة. الكرة الثانية ديال الشرقي، يستعد باش للتأشير. الشرقية كتشي ناقصة، باقي جوج الأرض ديال عزيز حموشان. النتيجة 9-8. الكرة ديال الشرقية كتشي ضائعة. حسن كيستطع باش كيربح البوان. على ما اظن مرة اخرى حميد الشيخي غيحاول باش يبعد الكرة. بالفعل
الشيخ استطاع يحاول يحيي الكرة محاولة. كرة ضائعة من طرف حامد الشيخي. كرة ديال لافونتاج كيضيعها حامد الشيخي. حموشان ولكن تمشي بعيد. برافو ابراهيم تتمكن من ابعاد الكره. مره اخرى احسن تيربح البوان. نتيجة سعود مقابل 8. برافو إبراهيم مرة أخرى ينجح في إبعاد الكرة. جوج كرات عند أفقيري يعني لازالهم تنهي المقابلة. نتيجة سعود مقابل 8. لازال أفقيري جوج كرات ينهي المقابلة. أفقيري كيضيف البوان. نقص واحدة دابا النتيجة عندهم 10. كيضيع لاكا كتصبح النتيجة 10 مقابل 8. أفقيري تضيع حسم المباراة تضيع كورة تضيع لاكا كما كنقولو. أفقيري تضيع لاكا كما كنقولو كتصبح النتيجة 10 مقابل 8. وحاول إلى الشرقي. نتيجة 10-8. 10 عند الشرقي 8 عند عزيز حموشان. برسم سدوس عشر نهاية الدوري الودي الذي ينظم نادي منتزه تمارا للكرة الحديدية. بالمناسبة كما قلت فوت حفل تكريم للبطل
المغربي محمد الغيب. برافو عزيز حموشان تيربح البوان وذكر بالنتيجة فهي 10 عند الشرقي 8 عند عزيز حموشان. محاولة الشرقي، محاولة ثانية تربح بها البوان. الآن محاولة ديال الشيخي، أوه برافو، ولكن تخرج الكرة ديالهم. يعني كدير كونتر بول او لاكاس كتهرس كتخرج الكرة ديالهم، لكن من حسن الحظ سيدير كارو باش كيبقى مقاردين البوان للاصدقاء ديالو. محاولة ديال الحسن تيربح بها البوان. نتيجة الجولة ملغات، حميد الشيخي تيجي في البوشون يعني الهدف وتيخرج يعني مين انيلي، والنتيجة تبقى على حالها 10-8 10 عند الشرقي 8 عند عزيز حموشان. محاولة الشرقي برافو، الشرقي تجيب بوان مزيانة ما بيهاش. هان الدور ديال عزيز حموشان. برافو عزيز حموشان تيربح البوان بشكل جميل. الدور ديال الافقيري في ابعاد الكره. برافو افقيري، ضربه مركزه في ابعاد الكره. المحاولة الثانية ديال عزيز حموشان برافو تيربح البوان بوشوني يعني بشكل جيد. برافو افقيري، ولكن ميم انيلي جولة ملغات، جولة ملغات من طرف القاري لكي يخرج الهدف. فين
قلت لك انا هنايا وانا ما قلت لكش اجي ما قلتش محاولة الشرقي بعيدة بعيدة عن الهدف كما قلت فهاد الرياضة هذه كتبغي يعني شوية ديال التركيز والهدوء يعني بدون تركيز وبدون هدوء يعني ما يمكنش تلعب حتى كرة محاولة ديال عزيز حموشان فريق حلفوان يحضر هذه المقابلة رئيس نادي اتحاد السلاوي للكرة الحديدية السيد حكيم عصودي كرة ضائعة من طرف عزيز حموشان يحضر هذه المقابلة كذلك البطل العالمي عطف عويجة الآن محاولة ديال إبراهيم العويني في إنقاذ ما يمكن إنقاذه برافو إبراهيم تتمكن بإلغاء الجولة المرة الثالثة كيتم إلغاء هذه الجولة إذن النتيجة كتبقى على حالها 10-8 وهذه المرة الثالثة كيتم إلغاء الجولة هذه المرة عن طريق إبراهيم العويني من لاعب النادي رئيس البي يتمكن من إخراج الهدف بعد ما الأصدقاء ديالو ضيعوا الكرات زناوي اش درتو نتيجة 10-8 10 عند الشرقي من نادي الاتحاد السلاوي للكرة الحديدية و8 عند عزيز حموشان وهذه المقابلة هذه كتدخل في
برسم سدس عشر نهاية الدوري الودي الذي ينظمونه لمنتزه تمارا للكرة الحديدية، تكريما للبطل المغربي محمد الغايب. بصراحة كان الدوري هذا دوري ناجح 100% بامتياز، حيث حضرت 76 ثلاثية من مختلف النوادي والعصب للكرة الحديدية. كنشوفوا عزيز حموشان على ما أظن كيخرج من اللعب. ولد ابراهيم في اخراج الهدف. مرة أخرى كيستطع إبراهيم العويني من إلغاء الجولة وإخراج الهدف إلى خارج الملعب. برافو إبراهيم العويني. المرة الثانية كيستطع باش كيخرج الهدف من خارج الملعب ونلعب جولة أخرى والنتيجة تبقى على حالها 10-8. المباراة هذه كيحضرها جمهور غفير يتابع هذه المقابلة. محاولة ديال الشرقي وبشكل جميل الشرقي تيربح الكرة. بصراحة مباراة شيقة ما بين تريبلت الشرقي وعزيز حموشان. محاولة جميلة للعزيز حموشان ولكن سيربح مكيربحش الكرة. المهم على العموم هي كرة جميلة. عن دور ديال حميد الشيخي في إبعاد الكرة. برافو حميد الشيخي تتمكن إبعاد الكرة. الدور للشرقي. Thank you.
لا لا برافو عزيز حموشة، طريقة جميلة تيربح لكم. ها الدوري العفقيري في إبعاد الكرة، برافو عفقيري تيبعد الكرة. محاولة ضائعة من طرف حميد. المقابلة كتابة 11، نتيجة 10 مقابل 8. ديال ابراهيم كتشي رائعة، بصراحة ابراهيم جوج مرات كينقد الموقف و تيخرج الهدف. نشوفو هذه المحاولة الثالثة واش غادي يدخل الأصدقاء ديالو في تغيير الكرة، كما تقولوا بأن الكرة تتغير مجرى اللعب، يعني ماشي نهاية، مازال نهاية حتى يلوح الكرة من يديه، يعني كرة وحدة تتغير مجرى ديال اللعب وبالفعل، ولكن على ما أظن ما كتنجحش العملية وهكذا تنتهي المقابلة بفوز تريبليت أبخيري الشرقي والحسين على تريبليت عزيز حموشن حميد الشيخي وابراهيم العويني. شكرا لكم والى اللقاء في مناسبة اخرى.